وأنا مشاهدينا الكرام عبر سكاي من لندن دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة معنا. سلام. إذن نواب أهلا وسهلا. إذن نواب في البرلمان تحدثوا عن تصفية 20,000 مدني على يد القوات الحكومية والميليشيات في السنين السابقة، من المسؤول عن دماء هؤلاء ولماذا هذا الصمت الحكومي؟ يعني هذه التقريرات كثير من التحقيقات كثيرة. الصوت لا يصلنا من المصدر. إذا هناك مشكلة دكتورة فاطمة، سنحاول أن نتصل بك لاحقا بعد الفاصل. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أعود من جديد إلى لندن والدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بكم مجددا دكتورة فاطمة. إذن كما قلنا نواب في البرلمان تحدثوا عن تصفية 20,000 مدني على يد القوات الحكومية والميليشيات في السنين السابقة، من المسؤول عن دماء هؤلاء ولماذا هذا الصمت الحكومي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني المسؤول عن دماء هؤلاء المعتقلون والذين بالحقيقة لا توجد هناك أعداد حقيقية أو إحصائيات بأعداد حقيقية عن هذه الأعداد، ربما تكون أكثر من هذا العدد. بالتأكيد هي الحكومة العراقية وميليشياتها المنطوية تحتها بالإضافة إلى القوات الأمريكية المسؤولة عن أول ما يحدث في العراق، خاصة أن العراق قد وقع تحت الاحتلال الأمريكي، وأن الاحتلال الأمريكي هو الذي أسس لكل الذي يحدث الآن في العراق. الكثير من التقديرات والإحصاءات والتنبيهات حول ما يحدث للمعتقلين من طريقة اعتقالهم إلى ما ينتهي إليه حالهم في السجون من عمليات تعذيب منظمة، بالإضافة إلى تصفيتهم جسديا بدون أي محاكمة، وحتى لو خضعوا إلى المحاكمات فإن القضاء مع الأسف الشديد قضاء غير نزيه في العراق باحتراف المنظمات الحكومية، مما يؤدي إلى نفس النتيجة وهي إنهاء حياة هؤلاء المعتقلون. إذن الحكومة العراقية بقواتها الأمنية من رأس الحكومة حتى رئيس الجمهورية وميليشياتها والقوات الأمريكية هي المسؤولة الأول والأخير عما يحدث للمعتقلين وعما وصل إليه حالهم. ولكن هناك دكتورة فاطمة إهمال متعمد للمفقودين من سكان مناطق معينة، ما سبب هذا الإهمال الحكومي واستهداف هذه المناطق؟ نعم بالتأكيد، يعني هناك مناطق معينة في العراق التي تعاني مما يحدث لها من عمليات استهداف مباشرة من خلال حملات ما يقولونه ضد الخلايا النائمة وغيرها، وهذه منذ فترة طويلة، يعني حتى قبل ظهور تنظيم الدولة وغيرها هذه الحملات كانت مستمرة، خاصة مناطق حزام بغداد، المناطق ذات الغالبية السنية في العراق. كل هذا طبعا كان هناك هدف واضح هو إحداث تغيير ديموغرافي في هذه المناطق، بالإضافة طبعا إلى السيطرة على هذه المناطق لما فيها من يعني باعتبارها مناطق مهمة، سواء بالنسبة إلى طرق المواصلات أو بالنسبة إلى طبيعة هذه المناطق والموارد التي في هذه المناطق. إذن هناك عملية استهداف مباشرة لهذه المناطق، ونحن نرى جيدا أن هناك أعمال ممنهجة ضد مثلا
الآن نسمع أن في مناطق جنوب بغداد، وقبل في الشهر الماضي كانت مناطق شمال بغداد طارمية وغيرها، في أبو غريب، في محافظة ديالة، في محافظة الأنبار، في نينوى، في صلاح الدين. إذا هناك بعض المدن المستهدفة بصورة مباشرة ومنذ الاحتلال الأمريكي ولحد الآن. نعرف جيدا أن هذه المناطق كانت قد انتفضت ضد الحكومة وخرجت في تظاهرات، مما أدى إلى يعني قيام الحكومة العراقية بما تسميه الحرب على الإرهاب، وانتهت الأمور بتدمير هذه المناطق واعتقال أعداد كبيرة من أبناء هذه المناطق، وبالتالي تصفيتهم وبين مفقود ومعدوم وغيرهم الذين لا نعرف أين هم لحد الآن. نعم. الآن بعد أن أقر أحد النواب بتصفية هذا العدد الكبير، يعني أين دور المنظمات الدولية والحقوقية تجاه هذه الأعداد الضخمة من القتلى، خصوصا أنهم قتلوا بأعمال تطهير طائفي؟ نعم، الكثير من المنظمات الحقوقية للأمانة قامت بتوثيق عمليات الاعتقال أو عمليات القتل ضد أبناء هذه المناطق، وطالبت باتخاذ إجراءات مثلا قطع العلاقات مع ووقف التعاون مع الحكومة العراقية، أو يعني إحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل أن يأخذ هؤلاء المظلومون حقهم، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن يعني يتم اتخاذها، خاصة وأن الحكومة العراقية وهي باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن حياة العراقيين لم تقدم أي خطوة لحد الآن باتجاه إرجاع الحقوق والقبض ومحاسبة هؤلاء المتهمون بهذه الجرائم، خاصة وأن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب. بالإضافة إلى ذلك فأن الأمم المتحدة وهي التي من المفروض أن تكون مسؤولة عن مراقبة حقوق الإنسان بأمر في العراق بأمر من وقرار صادر من مجلس الأمن الدولي، مع هذا هي تحاول أن تقلل حجم وما يحدث في العراق، بل وتحاول التكتم والتعتيم على هذه الحالة المأساوية التي وصل إليها المعتقلون من تعذيب وأخيرا إلى إنهاء حياتهم بالقتل خارج القانون، ودون أن تتحرك لتحويل هذه الملفات، وهذه طبعا من ضمن مسؤولياتها. هناك تعمد واضح والحقيقة استهزاء بأرواح المدنيين العراقيين. طبعا نحن نعرف جيدا أن الأمم المتحدة الآن مسيرة وخاضعة تماما إلى الضغوطات الأمريكية وضغوطات الدول التي لديها مصلحة بأن يبقى الوضع في العراق على ما هو عليه، وأن يستمر الأهداف التي يطمحون إليها في العراق. نعم. إذن شكرا جزيلا لك عبر سكان من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.